انا شايف ان من الغلط ومن الخطأ ومن تمييع الامور ان احنا عايزين احط النقطة على نصابها، ان احنا نحط الغرب كل مسؤوليتنا على الغرب. اللي ما يحدث للمسيحيين الغرب للمسيحيين في الشرق هذا ليس مسؤولية الغرب وانما مسؤولية الشرق. الشرق هو الشرق لديه خطب كراهية، مسؤولية مشتركة. الغرب يحمل المسؤولية الكبرى، الغرب له منابر كراهية، سوري الشرق له منابر كراهية، الشرق له نرجسية دينية، الشرق فيه عدم قبول الآخر، هذا هو ما في الشرق. هو الحاجة ما حدث اليوم لم يحدث من وقت الساعة، إنما حدث نتيجة تراكم عمليات تراكم كراهية فكراهية فكراهية، وهذا هو ما حدث. هل نقدر نقول إن داعش وأيديولوجيتها جاية من الغرب؟ هي ممولة ممكن تكون من دولة ما أو دولة ما، لكن ما هنقدر نقول إن هي دي أيديولوجية الغرب؟ مش أيديولوجية الغرب، أيديولوجيتنا إحنا في منطقتنا إحنا. الكراهية صناعة شرق أوسطية، دي نقطة. تاني حاجة بالنسبة للسؤال اللي حضرتك قلته، إحنا لو إحنا بصينا بغزة ما فعلته حماس؟ حماس يعني هي تكاد تكون، أنا وجهة نظري هي عبارة عن جزء من الإخوان المسلمين، وأفعالها ضد مواطنيها وإجبارهم وإرهابهم، وهي ما تفعله حماس هي عبارة عن صاروخ يطلق ولكن لتجني أرباح، لكن الضحية هو الشعب الفلسطيني وليس القيادات. ما حدث للمسيحيين في الموصل وفي العراق وفي سوريا لا تجد عبارة عن قشور، وكل الصحافة المحلية والعربية والعالمية هي هدفها كله حماس وإسرائيل، حماس وإسرائيل. وماذا عن الملايين اللي بيهجروا وبيقتلوا وبيقتلوا وماذا وماذا وماذا؟ لا، ما فيش، في ازدواجية. الفكر العربي مصاب بازدواجية، مصاب بنرجسية دينية، وهذا هو السبب المصائب اللي احنا عايشينها في منطقتنا، أسف في الكلمة، الشرق الأوسط. طيب.